عن موازنة الاستحقاق الانتخابي كتب اليوم غازي وزني بجريدة النهار، بيقول هالموازنة هشة بإصلاحاتها غير محفزة للاقتصاد وفيها عاجز مرتفع لا تفي بمطالب المجتمع الدولي، إنما هي رسالة غير داعمة لمؤتمر باريس. باريس بموضوع الموازنة، كيف رح يصير هلا إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، سيما وأنه ما بقى في وقت كتير بيفصلنا عن فرصة الأعياد وتاليا عن مؤتمر الموازنة باريس؟ صارت عند النواب، تم توزيعها على النواب. النواب لجنة المال بقى تشغل ليل نهار بهذا الموضوع لحتى تدرس قبل عيد أرقامها. الفصح، يعني قبل نهاية أنا الشهر. حسب معلوماتي كان توجه الرئيس نبيه بري وطلب من رئيس لجنة المال إنه تقدر تخلص قبل آذار الجاري وتنعمل على ثلاث أيام، تنعمل على ثلاث أيام قبل، لأنه العيد بتبلش بواحد نيسان وقبل مؤتمر، قبل مؤتمر باريس. بس اللي حكيه الأستاذ غازي كلام محق وكلام صائب من خبير اقتصادي. يا ريت نحن بلبنان نعتمد على هذا النوع من الخبراء الاقتصاديين مثل الاستاذ غازي وزني، مثل الاستاذ كمال حمدان، ومروحه كبيره بدل الاعتماد على شركات بالخارج اللي هي تعرف الداء عنا للاسف بهذا الموضوع، وندفع مصاري ونخسر الدوله اللبنانيه الخزينه تحت عنوان. ولكن الوزير علي حسن خليل كان كما يبدو راضي، يعني عن ما قالت اليه الامور بموضوع راضي على موضوع الموازنه، والرئيس الحريري راضي، كله راضي بهذا الموضوع. بس كمان ما توقفنا عند الخبراء الاقتصاديين وحقيقه الارقام وطريقه العجز وهذه المساله. طيب بس تقطع الحساب لانه الوقت عم يدهمنا، قصة قطع الحساب صار في وعد من الوزير علي حسن خليل انه يتقدم خلال سنة، من وقت الموازنة الماضي. عم بسمع الجواب انه بعد ما اجت السنة، بس هذا موضوع قطع الحساب. ايه بده يشمل كل السنوات السابقة، يفترض انه يشمل كل السنوات السابقة، يفترض انه يشمل ما كان بينادي فيه التيار الوطني الحر، الابراء المستحيل اللي صار على الرف. خلينا ساعتها نقدر نشوف ساعتها هون وين صار بهذا الموضوع. خلي تتوضح كل هذه الارقام. خلي المواطن اللبناني فعلا يعرف هالارقام وين هدرت وين راحت، وينحكى هيدا بالانتخابات وغير الانتخابات. لبنان ليس اليونان، بيقول استاذ راجح خوري. المناخ العام ولا سيما الاسواق والاستثمارات والفوائد والاقتصاد اللبناني، يعني بيقول الحاكم مصرف لبنان انه لا يمكن تشبيهه بالاقتصاد اليوناني، وهالخبر بخوف. مزبوط، ان شاء الله ما بصير، ان شاء الله ما بنصير مثل اليونان. بس ولكن هذه السياسات وهذه المناكفات داخل الوزاره مش بتهرب المستثمرين، بتهرب ما تبقى من طيور بالبلد وعصافير بالبلد. كمان هذه الحكومه بهذه الاجنحه وبهذه الطريقه وبهذه الاداره اكيد بتهرب المستثمرين وبتهرب المغتربين، بتذكرهم بس بالانتخابات والمؤتمرات بالخارج لا اكثر ولا اقل. بس اليونان الفرق في وراها الاتحاد الاوروبي، نحن ما في ورانا حدا، نحن عندنا كم كبير من الديون، وللاسف كل هذه الدول التي تتباكى علينا ما عم تعطينا شيء بشكل المطلوب. بكفينا ازمه هذا الكم من اللاجئين بالبلد، مش عم بحكي بطريقه عنصريه، ونحن متروكين لحالنا. الانجاز اللي حكى عنه الرئيس بري اليوم، أشارت له جريدة الأخبار بخصوص دخول الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل للنقطة ب، وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية بالدلائل والثوابت الحسية على الأرض، هول بيتعلقوا بالحدود البحرية. وحتى بتعلق بالحدود البرية. فعلا الدولة اللبنانية خلينا لأنه الجيش اللبناني أخذ مجموعة من الخرائط وأثبت هذا الأمر أمام الأمم المتحدة إنه هذه النقطة هي نقطة الحدود بين لبنان وبين أراضي فلسطين المحتلة. أنا بدي أقوله بهذا الخصوص، الدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لرئيس المجلس لكل الأفرقاء للجيش اللبناني عم بيتعاطوا بهذا الملف بكل روح وطنية ومضبوطة، وأي تقصير عم يحاول يستغله الإسرائيلي بهذا الموضوع. نحن كل ما ثبتنا مثل ما بلشنا بداية حديثنا، كل ما ثبتنا موضوع جيشنا، كل ما قوينا مقاومتنا، بكون موقفنا أقوى بطالة المفاوضات المباشرة، بطالة المفاوضات غير المباشرة مع الجانب يعني الإسرائيلي. يعني بنهاية الحل مثل ما قال الرئيس عون، تحكيم الدولة عبر الأمم المتحدة. هلا في وجهة نظر كمان مش مع التحكيم الدولي، في وجهة نظر رئيس بري منه مع التحكيم الدولي. خلينا نحن مثل ما ماشيين بهذا الموضوع مثل ما قلنا للأمريكان، مثل ما قلنا لكل السفراء في العالم، لبنان لن يتنازل عن أي نقطة بالبلوكات البحرية ولا عن أي حبة تراب بالحدود اللبنانية الفلسطينية. يعني ساعتها موقف مثل هيك قديش بيقوي الموقف اللبناني. بس نحن اللي عم بيخلينا نتأخر وعم بيخلي المواطن اللبناني عدم ثقته بهذه الدولة بسبب الكهرباء وبسبب النفايات وموجات الفساد اللي عم تضرب أكثر من المؤسسة، ومنروح بنقول لهم نحكي عن شفافية. لا، عندنا بلبنان ما في شفافية، واللي بيزعل يزعل، ما في شفافية، والمواطن هو الخسران. وبكره رح نشوفه بصناديق الاقتراع لبيك. لبيك للاسف معظم الناخبين بلبنان، لا بدي اقول لبيك للقائد ولبيك لهذا الزعيم. خلينا بمحل حد ادنى نقدر نحاسب شوي. بختم حديثنا لا يسعني بختم هذه الحلقة إلا أن نوجه تحية
روح الروائية والأديب إميلي نصر الله. إميلي نصر الله اللي غياب الموت امبارح عن عمر 87 سنة بعد حياة حافلة بالعطاء المتنوع، وهي من رعيل يعتبر مؤسس للرواية اللبنانية بعد رحيل مارون عبود، علما أنه مراسم دفنها تقام اليوم في زحلة هي خسارة كبيرة وخسارة لضيعتي. فعلا فعلا بس بدي بعزيك وبعزيك بس فعلا بنعزي حالنا. أول شيء الكاتبة إميلي نصر الله وجبران وجبران خليل جبران مع التوضيح وكثير من المثقفين والقامات العلمية في هذا البلد، هي تبقى وهي ظل لبنان ونحن بنستفيد منها كأجيال. هذه الأسماء تبقى حية، وأسماء كثير من السياسيين في هذا البلد اللبنانيين رح ينسوها. إذا تحية من جديد لروح إميلي نصر الله، اللي نحن من أسرة كلام بيروت وتلفزيون المستقبل نعزي أهلها عائلتها الصغيرة والكبيرة، ويعني زمن الجميل يلي هي كتبت عنه. الزمن الجميل فعلا كتبت عنه. عم نفتقد الله يرحمه يوم بعد يوم. استاذ رضوان عقيل صحفي بجريده النهار، بهالموضوع بنكون وصلنا لختام حديثنا. دغري بسرعه. ان شاء الله بسرعه كثير، ان شاء الله اللقاء اللي جاي بتكون هيك صدق. لا ليش بعد الانتخابات؟ في كثير بعد شهرين للانتخابات. بشرفنا. هلا بالعكس بدها تكثر اللقاءات مع الزملاء غير المرشحين. ايه غير المرشحين. يقدروا يطلعوا على التي في يعني. ان شاء الله ضلك تلاقي. لانه كنت معظمهم صاروا مرشحين. معظمهم مرشحين معك. بتمنى لهم التوفيق كمان هلا. ممكن زعلوا مني ببعض المحلات بس انا هيدا رايي بس. شكرا لك رضوان. تسلمي. شكرا للمشاهدين على المتابعه والى اللقاء غدا باذن الله.